حياكم الله مشاهدينا الأحبة أينما كنتم، أرحب بكم في هذا الموعد مع الطبعة الأولى. البداية من فرنسا حيث كتبت ليكيب: لا تحقيق مع جاني إنفانتينو. الصحيفة الفرنسية أوضحت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد أنه لن يكون هناك أي إجراء ضد رئيس الفيفا إنفانتينو، في الوقت الذي ذكرت فيه عدة مصادر أنه سيجري تحقيقا معه بشأن دوره في انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ليكيب نشرت أيضا تصريحا لمسؤولة التي أوضحت أنه لا يمكن أن يتم فتح تحقيق استنادا لإشاعات. أنا لست في حاجة لمال أو تصفيق. تدوينة للبرازيلي داني ألفيس اهتمت بها صحيفة توتو سبورت الإيطالية، الصحيفة المقربة من نادي يوفنتوس. وصفت ما نشره داني ألفيس عبر حسابه على إنستغرام بالمنشور الفلسفي. لاعب يوفنتوس نشر صورة للبيت المتواضع الذي نشأ فيه مع تعليق قال فيه: الحياة صعبة على الضعفاء، آتي إلى هنا دائما لتجديد نشاطي. لتنجح في الحياة أنت لست في حاجة للمال أو الدعم، الصحة فقط وسرير جيد والكثير من الإرادة. نبقى مع توتو سبورت التي كانت قد خصصت الصفحة الأولى من عددها الورقي لداني ألفيس، حيث كتبت: وداع داني ألفيس، في إشارات إلى اقتراب ألفيس من مغادرة اليوفي، موضحة أن ممثلي اللاعب اجتمعوا الاثنين مع مسؤولي يوفنتوس، ومن المنتظر أن يعلنوا قريبا وبصفة رسمية عن رحيل اللاعب. المطلوب من أندية إنجليزية بينها مانشستر سيتي دائما بحسب توتو سبورت. رونالدو لاعب في ريال مدريد وسيبقى كذلك، هذا أبرز ما جاء في حوار فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي مع صحيفة ماركا. بيريز قال في حواره أن النادي لم يتلقى أي عرض لشراء كريستيانو رونالدو وأنه سيبقى مع الفريق. رئيس ريال مدريد أضاف أنه لم يتواصل مع اللاعب بسبب وجوده في روسيا مع منتخب بلاده، وأنه لا يريد أن يشتت تركيزه. ويرى بيريز أن اتهام كريستيانو بالتهرب من الضرائب أسوأ شيء حدث للاعب، منتقدا عدم افتراض البعض إمكانية براءته. متوسط ميدان تشيلسي ماتيتش يتطلع للانتقال لأولد ترافورد، هذا العنوان نطالع تفاصيله في الديلي ميل. الصحيفة الإنجليزية أوضحت أن اللاعب الصربي صاحب 28 عاما والذي لعب دورا كبيرا في فوز تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي على تواصل مع البرتغالي جوزي مورينيو عبر وكيل أعماله. وبحسب الصحيفة فإن اللاعب يرى أن الوقت قد حان للتغيير، ويسعى مورينيو لإضافة متوسط ميدان دفاعي لصفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي، ويأتي إريك داير لاعب توتنهام على رأس أولوياته. نبقى في إنجلترا حيث كتبت The Guardian: رئيس الاتحاد الدولي للدراجات برايان كوكسون يدافع عن إنجازاته في ظل انتقادات الدراج الشهير لانس أرمسترونغ. والتفاصيل كتبت الصحيفة أن رئيس الاتحاد الدولي للدراجات البريطاني كوكسون دافع عن نفسه بقوة في أعقاب انتقادات الدراج الأمريكي لانس أرمسترونغ له ومطالبته بإنهاء ترأس البريطاني للاتحاد. اذكروا أن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للدراجات والتي ستجري في سبتمبر أيلول القادم ستشهد منافسة شرسة لترشح الفرنسي دافيد لابارتي نائب رئيس الاتحاد الدولي على منصب الرئيس. الآن مشاهدينا وإياكم بعد هذه الطائفة والمجموعة من الأخبار في الصحافة الأجنبية، سنتحول وإياكم إلى مجموعة أخرى من الأخبار في أبرز ما تناولت الصحافة العربية. نستهل الآن هذه الجولة العربية من قطر ونقرأ في صحيفة الراية التالي: مشاريع ملاعبنا المونديالية تسابق الزمن. الصحيفة القطرية: ومع تبقي 2000 يوم على انطلاق أول مونديال في الشرق الأوسط، نشرت أرقاما عن سير الأعمال في ورش ملاعب كأس العالم 2022. الراية واستنادا لتأكيدات اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أكدت أن الأشغال تسير على قدم وساق في الملاعب السبعة المتبقية بعد تدشين ملعب خليفة الدولي، مضيفة أن التصميم الفريد لاستاد الوكرة بدأ في التحول إلى واقع بصب 80% من الخرسانة، مع إنجاز 94% من أساسات استاد الريان أيضا بصب 100,000 متر مربع من الخرسانة، فيما تتواصل أعمال
استكمال تركيب الهياكل الحديدية للمدرجات العلوية استاد البيت بالخور. نتحول وإياكم إلى الكويت، حيث كتبت صحيفة الراي: إبراهيم من بين خيارات كاظمة. الصحيفة الكويتية وحسب مصادرها الخاصة أكدت أن المدرب محمد إبراهيم بات مرشحا لقيادة فريق كاظمة في الموسم المقبل خلفا للروماني فلورن ماتروك الذي قررت إدارة النادي تسوية عقده. الراي أضافت أن فكرة التعاقد مع إبراهيم ما طرحت في إدارة النادي، وأن هناك ترحيبا من عدد من الأعضاء باستقطاب المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ المسابقات المحلية. إلى المغرب، حيث كتبت صحيفة المنتخب: زياش قد يلبس الأصفر بألمانيا. الصحيفة المغربية أضافت أن حظوظ مغادرة النجم حكيم زياش لفريق أياكس أمستردام واردة وقوية، موضحة أن اللاعب مطلوب كما هو شأن الموسم الماضي في الفترة ذاتها لفرق أوروبية عديدة بينها روما بإيطاليا، حيث ينظر له خليفة للاعب توتي المعتزل أو المصري محمد صلاح. المنتخب كشفت أن مدرب أياكس السابق والذي أضحى مدربا لدورتموند التقى زياش بإسبانيا حيث يقضي كل منهما عطلته، لقاء جعل التقارير الإعلامية تتوقع بالتالي انتقالا وشيكا لزياش نحو وصيف بطل البوندسليغا. تقليص عقوبة بلايلي لسنتين، هذا العنوان نقرأ تفاصيله أكثر في صحيفة الخبر الجزائرية. الصحيفة الجزائرية نشرت وثيقة للمحكمة الدولية بسويسرا تؤكد تقليص عقوبة اللاعب السابق لاتحاد العاصمة يوسف بلايلي إلى موسمين. الوثيقة التي نشرها بلايلي على صفحته الرسمية على فيسبوك جاءت بعد أن كان قد لجأ اللاعب إلى المحكمة الدولية بعد أن كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد عاقبه بالإيقاف لأربع سنوات، وذلك بسبب تعاطيه مواد محظورة. نتحول إياكم الآن إلى تونس، حيث تساءلت صحيفة الشروق: هل تتأجل الجلسة الانتخابية لعدم صرف الصكوك البنكية؟ الشروق أضافت أن ملف الديون ما يزال يلقي بظلاله على الأجواء العامة في نادي شبيبة القيروان، خاصة وأن هذه الديون التي تبلغ 400 ألف دينار تونسي قدمها الرئيس المنتهية ولايته مراد بلكحل في شكل صكوك شخصية للاعبين قبل نهاية الموسم. الشروق أوضحت أن رئيس الشبيبة أكد أن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية رهين بالحسم في الملف الشائك وتسليم المشعل للهيئة الجديدة، إلا أن الإشكال القائم أمام القائمات التي عبرت عن رغبتها في الترشح يتمثل في صعوبة تأمين هذا المبلغ لتسديد الديون دون اعتبار الإمكانيات المادية التي يجب توفيرها لتأمين انطلاق التحضيرات والقيام بالانتدابات وأيضا تمديد العقود. يا هذا مشاهدينا، نصل إلى ختام الطبعة الأولى. شكرا للمتابعة، في أمان الله. هنا كان التصميم المرتقب لملعب استاد خليفة الدولي، وهنا النزول بالأحلام إلى أرض الواقع تجسيدا. لا فرق بين التصميم والإنجاز إلا الوقت المستغرق للتنفيذ. لا مجال للظلم، بل الانعكاس واقعي للمشاريع المعلنة. منذ تاريخها كانت السنوات تتوالى وبمضمار موازن، كانت خطوات التنفيذ أسرع منها منذ لحظة ميلاد الحلم. حلم توزعت فيه لحظات الفرح بالتساوي والفخر بالإنجاز، كان خارج دائرة السيطرة وقد أصبح الآن أكثر ترسخا بعد أن استبقت الوعود تاريخ المونديال لسنوات. خمس سنوات قبل الوقت المحدد، الصورة المصغرة الآن
اتضحت عن الاستعداد القبلي لنسخة كأس العالم الأولى في الوطن العربي، والمتوقع من هذه النسخة الوصول إلى أعلى قمة تنتظرها كرة القدم بل الرياضة ككل. العدسات كلها التقطت المؤشرات الحقيقية لجاهزية التنظيم. التأكيد الآن واضح على تسارع وتيرة العمل لاستكمال الملاعب المحتضنة لكأس العالم 2022 وفق التصور المقدم بأن كل شيء سيكون في مكانه. دلالات ومؤشرات افتتاح استاد خليفة الدولي قبل وقته أعلنت أن كرة القدم قلعة ماثلة موازية لنظرة قطر للرياضة.